السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من الايزت 700. الفيديو اللي فات احنا تعرفنا على الكورس وعلى مكوناته وعلى الرول الخاصة بالأجر نتورك انجينير، على اعتبار ان انا هبقى المسمى الوظيفي ده بعد ما اخد الكورس واحصل على شهادته. خدنا كمان مكونات الشهادة والاريا الخاصة بالأسئلة، وخدنا متطلبات دخول الكورس ده، يعني ايه هي المتطلبات السابقة اللي بتؤهلني ان افهم واشتغل الكورس ده بشكل جيد جدا. النهارده ان شاء الله هندخل على اول فيديو في الكورس فعليا يعني، وهناخد موديول واحد هنفهم منه او هنتكلم على الاجر فيرتشوال نتورك، هنفهم ايه هي، هناخد مكوناتها مع بعض، هناخد الادرس سبيس الخاصه بيها، وهنستعرض مع بعض التقسيمه او السبنتنج الخاصه بيها، وبعد كده هنفهم في من خلال برضو الموديول ده ايه هي ريجون والسبسكريبشن. طبعا احنا من المفترض نكون عارفينها في الايزد 900 لو احنا خدناه، واحنا سبق وتكلمنا عليها. وفي نهاية الموديول ده هنبدأ نشتغل مع بعض عملي ونكرييت اول فيرتشوال نتورك معانا، وبعد كده هناخد ريفيو بسيط كده على الحاجات اللي احنا اتعلمناها من خلال الموديول ده. الموديول ده يعتبر انترودكشن بسيطة كده علشان بس نفهم الدنيا ماشية ازاي. لو رحنا كده على مكونات الفيرتشوال نتورك، خلينا قبل ما ناخد المكونات نفهم يعني اصلا كلمة Azure Virtual Network. علشان نفهم مع بعض ايه هي الفيرتشوال نتورك، يعني هطلب منك او من حضرتك او من اي حد بيتابعني يشيل بس كلمة Virtual ديت مبدئيا يعني دلوقتي، ويبقي على Network، فهتبقى Azure Networks، وكده هتبقى مفهومة لينا أكتر، شبكات أجر. ممتاز. فيما يعني إن هي نفس الشبكات اللي أنا اشتغلت عليها في الأمبريم واللي خبرتي اتكونت فيها أو من خلال العمل عليها، فهي في النهاية شبكة. شبكة، ولكن بما إني أنا هتعامل في الخدمات السحابية أو في الكلاود، فالشبكة دي بتتسمى فوق Virtual Network. واختصارها يا شباب من هنا ورايح، لأنه هيقابلنا كتير من الفيديوهات العملية وحضرتك ممكن في المصادر، ففي المصادر بشكل رسمي يعني ويعني في الفيديوهات اللي بتشرح الموضوع ده هتلاقيه اختصر لك كلمة Virtual Network في الكلمة اللي اسمها VNet. تمام كده؟ كل ما تسمع كلمة VNet على طول تفهم إن هو بيعني الـ Virtual Network. تمام كده. طيب مكوناتها إيه؟ أو بتقدم لي إيه؟ أول حاجة هي بتحقق لي الاتصال بالإنترنت. By default كل ما هو resource موجود على Azure هو by default طالع إنترنت، إلا لو حضرتك أو حد يعني عمل رول كده أو عمل سيكيورتي منع الاتصال بالإنترنت ده. الاتصال بالإنترنت بيتم من خلال الفينت. خلاص؟ يبقى أول مكون أو أول حاجة بتقدمها لي الفينت ديت إن هي بتمكنني من إن أنا أتصل بالإنترنت. مش أنا بقى كشخص، لا، ده أنا كريسورس زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت، في مجموعة من الـ VM طالعة انترنت من خلال ايه يا شباب؟ من خلال في النهاية الـ VNet اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. طيب بعد كده هي بتحقق اتصال بينها وبين بعض. المجموعة الريسورس ديت اللي موجودة على أجر بتقدر تتواصل مع بعضها باستخدام الـ VNet. يعني لو عندي مثلا ستورج وعندي فيرتشوال ماشين، بيروحوا يكلموا بعض هما الاثنين، فالكلام ده او الاتصال ده بيتم من خلال الفينت اللي موجودين عليها او حتى اللي براها، هنشوف الكلام ده مع بعض. او لو عندي كونتينر او اجر كوبرنيت ومحتاج اني اتواصل مع اي ريسورس تانية، انا بيتم التواصل ده مع الريسورس الاخرى باستخدام الفينت. بعد كده قال لي انه لو عندك خدمات او ابلكيشن على الاون بريمسس و حضرتك بتعمل سكيل او هتطلعها كده على الكلاود، فبالتالي انت محتاج تكونكت على الريسورس اللي موجود على الكلاود.
بتكونكت بقى من جوه الاون بريم بتاعتك، بتروح للفي ام مثلا، او بتروح للستورج، او بتروح للكونتينر، او للويب ابلكيشن، وات ايفر. انت الاتصال ده بيتم برضو باستخدام الفينت. يعني باختصار الشبكة ديت هي بتتيح عملية اتصال سواء بين الريسورس اللي داخل أجر، أو سواء من الريسورس اللي داخل أجر طلع انترنت، أو حتى حد جايني من الانترنت داخل لي أنا كأجر لو الأمبرين مثلا. وبعد كده من خلال الفيرتشوال نتورك دي برضو او الفي نت، انا بقدر اعمل عمليه فلترنج للترافيك، الحركات المرور بقى، البيانات ديت اللي جاياني انا بستطيع باستخدام الفي نت ديت او من خلال الفي نت ان انا اعمل عمليه تصفيه او فلتره للمرور، اسمح بقى مين يدخل مين ما يدخلش، طب يدخل لي بايه، بشكل ايه، او من خلال تانل شكلها ايه، وهكذا. فبعد ان انا اعمل عمليه التصفيه ديت من او خلال او باستخدام الفي نت، بقدر برضو بعمل راوتينج زي ما كنت بعملها في الاون بريم، او زي ما كان توجيه البيانات بيتم او اشتغلنا احنا عليه كنتورك انجينير في الاون بريم، احنا برضو في الكلاود هنستخدمه نشتغل عليه من خلال الفي نت او باستخدام الفي نت. هقدر اعمل راوتينج للنتورك ترافيك بتاعتي. تمام، بعد كده هنشوف انه واحنا بنعمل الشبكة بقى، احنا مطلوب مننا ان احنا اول خطوة من المفترض نحددها اللي هي العناوين. اي شبكة في الدنيا ليها عنوان، الكلام ده معروف ومفهوم بالنسبة لنا بشكل جيد جدا وبشكل واضح. تمام، العناوين اللي هستخدمها او النتورك ادرس اللي ممكن اني استخدمها في الاجر فينت، طبعا النتورك ادرس اللي في الاون بريم خلاص احنا ممكن نستخدم الكلاسات المعروفه اي بي سي واقسم براحتي وابدا. لكن هل الوضع مختلف وانا بديزاين النتورك على اجر؟ فقال لي لا، هو انت مش مختلف الاختلاف اللي يخليك تتلخبط، ولكن في بعض الاشياء حضرتك لازم تحطها في اعتبارك. زي ايه؟ زي اني انا اجر بحجز 5 IPs من اي شبكة هتتعمل. مهم جدا حضرتك تفهم الكلمة دي وتحفظها زي عينيك. اجر بيريسيرف 5 IP addresses، بياخدها كده على جنب، بيحجزها من اي شبكة حضرتك داخل تعملها. الادرس ديت هي النتورك ادرس، وخلي بالنا ان النتورك ادرس انا اصلا ما كنتش بقدر استخدمها في الاون بريم. تمام، علشان نفهم الموضوع ده يا شباب خلينا مع بعض كده يعني نقف هنا شويه. طيب في البدايه خالص لما كنا بنحب نعمل شبكه في الاون بريم عندي كنت بعمل ايه؟ بعد مرحله شراء الهاردوير الكيبلز والراوتر والسويتش والركات و كنت بحدد الاي بي اللي انا هستخدمه. فلو قلنا ان احنا الاي بي بتاعنا بالشكل ده 192.168.1.0، ده هو الكلاس اللي هستخدمه في النتورك بتاعتي، واللي كان بيديني في النهايه 256 اي بي. طيب ال 256 اي بي دول المتاح منهم للاستخدام هما 254 اي بي فقط. ليه يا فندم؟ قال لي علشان اول اي بي اللي هو ده النتورك ادرس ما كنتش بقدر ان انا استخدمه، واخر اي بي اللي هو 256 ده البرودكاستنج برضو ما كنتش بقدر استخدمه. يعني كنت ببدا من الاي بي رقم 1 شبكه بتاعتي وصولا للاي بي رقم اخر اي بي متاح ليا اللي كان 254. يبقى لو عملنا هنا كومبير بين اجر وبين الاون بريم عندي، هنا كنت بقدر استخدم 254 اي بي. ليه؟ كان بيتحجز منهم 2 فقط. اجر هنا قالت لي لا، هيتحجز منك 5 اي بي انا هستخدمهم اللي هم
النتورك ادرس اللي ما كنتش بقدر استخدمه برضو في الاون بريم، والبرودكاستنج اللي برضو ما كنتش بقدر استخدمه في الاون بريم. طيب الثلاث اي بي التانيين ايه هم؟ قال لي اي بي رقم واحد ده برضو هنا في اجر، اي بي رقم واحد محجوز ليه؟ ده الجيتوي بتاعتي، ده الجيتوي بتاعتي. واي بي رقم اتنين واي بي رقم تلاتة ده الماب تو دي ان اس، ده الخريطة او المسار اللي هيمكنني انا كاجر اطلع اخاطب الدي ان اس بتاعي. فكده هاخد منك التو اي بي اول واحد واخر واحد، وهاخد منك التلاتة اي بي اللي هما واحد واثنين وتلاتة، واحد ده بتاع الجيتوي واثنين وتلاتة الماب اللي هيوديني للدي ان اس بتاعي. بينما في الاون بريم زي ما قلنا وبنأكد ان احنا كنا بنبدأ عنوان الشبكة بتاعتي بعنوان رقم واحد عادي جدا ممكن استخدمه، واثنين ممكن استخدمه، وتلاتة ممكن استخدمه، وهكذا. فيما يعني بقى انه اول اي بي متاح لي في اجر هو اي بي رقم اربعة. لذلك لما تروح تعمل نتورك وتحطها مثلا في كندا وتيجي تعمل في ام تحطها في نفس الريجن اللي هو كندا، الاي بي الخاص بالفي ام ديت كان بيبدا باربعة، سواء بقى استخدمت كلاس سي، سواء استخدمت كلاس بي، سواء استخدمت كلاس اي، whatever. وعرفنا كده الـ network address space هيبقى شكلها ازاي. في كمان بعض الـ IP-ات هنا على غالبها بالنسبة لي اللي هي الـ multicast broadcast، واللي هي الـ 127 الـ loopback والـ link local، مش متاح ان انا استخدمها كـ network address على Azure. والـ IP ده على اعتبار انه الـ public DNS الخاص بـ Azure، او البابليك اي بي الخاص بالانترنال دي ان اس بعشر. خلاص كده تمام. لو رحنا كده في السلايد ديت هيبدا يكلمني عن عمليات السبنت او عمليات تقسيم الشبكات ديت. طيب احنا فهمنا ازاي نعمل شبكه على اجر، وفهمنا الشروط اللي يلي عليها، وان هي بتخص نفسها 5 اي بي والكلام ده. طيب هل بقى متاح ليا اني اعمل شبكه فرعيه من الشبكه الرئيسيه بتاعتي؟ فهنا أجر بتقول لك بكل أريحية أنت ممكن تعمل شبكة واثنين وثلاثة واربعة وتقدر، طالما في IP-ات أو رينج IP-ات يسمح بأن أنت تقسم شبكتك دي لأكثر من شبكة فرعية. وهنا مديك إكزامبل، هو مستخدم هنا كلاس A ومطلع منه 251 IP، مسميها دي شبكة مثلا سبنت 0، بعد كده سبنت 1 مطلع برضه منه 251 IP، سبنت 2 مطلع منه 251 IP، والجيتوي للسبنت هو مطلع منه برضه 251، فيما يعني انه عندي شبكه واثنين وثلاثه واربعه شبكات فرعيه يعني، او سبنت من الشبكات الرئيسيه. لكن الحقيقه لازم حضرتك تكون فاهم كويس جدا، او في اشياء لازم تحطها في اعتبارك وانت بتعمل السبنت. ايه هي؟ اول حاجه لازم تفهمها انه اصغر عمليه تقسيم للشبكة أو أصغر سبنت ماسك هيقبله منك هو سلاش 29. خلاص يعني مش هيقبل منك 30، مش هيقبل منك 31 وهكذا. طيب وأكبر شبكة أو سبنت حضرتك ممكن تستخدمه هو 8، يعني مش هيقبل منك 7 ولا 6 ولا 4 وهكذا. طيب خلينا نتكلم بشكل أوضح شوية. يعني لو تخيلنا مع بعض إن أنا برضو هستخدم نفس الـ IP ده 192.168.0/24 اللي هيبقى السبنت بتاعه أو السبنت ماسك بتاعه 255.255.255.255. تمام. لو حبيت اخد من الشبكات ديت، عفوا من الشبكه الرئيسيه ديت، شبكه واثنين وثلاثه فرعيه، لو محتاج مثلا 10 اي بيات، فهيبقى
السبنت ماسك بتاعي لو خدت من الشبكة الرئيسية ديت 10 IP أو حبيت أخد منها 10 IP، هيبقى السبنت ماسك بتاعي هيبقى بالشكل ده 200 240، اللي هيطلع لي في النهاية 16 IP. تمام، وهيبقى بالشكل ده هيبقى الـ IP 192.168.1.0 على 28. طيب مايكروسوفت قالت لي او اجر قالت لي انه اقل شبكة فرعية هي 29، هي 29 اللي السب نت ماسك بتاعها هيبقى بالشكل ده 248، وزي ما احنا شايفين هيديني تقريبا لو قلنا انه 248 ده اي بي نتورك ادرس، بعد كده هاخد 49 ادي 1 و50 ادي 2 51 52 53 ادي 5 IP 53 54 55 8 IP. أجر هتاخد منهم 5، يبقى هيتصفى لي في النهاية على 3 IP. علشان كده أجر قالت لي آخر شبكة فرعية ممكن تاخدها اللي هي 29، علشان في النهاية هتديني 3 IP. فبالتالي لو خدت 30 أنا في الأمر ممكن أخد 30، ما عنديش مشكلة، وهيطلع لي تقريبا 6 IP، عفوا 4 IP. فبالتالي أجر نفسها هتاخد 5، فبالتالي مش هينفع. عشان كده قالت لي آخر حاجة أو آخر سبنت هتقدر تاخده هو /29. أتمنى يكون الجزء ده مفهوم بالنسبة لنا قبل ما ناخد الكورس، وإحنا بنخاطب ناس أوريدي شغالة نتورك، هي أصلا مسماها نتورك إنجينير، فدي بيزك من ال يعني حاجات أساسية جدا المفروض إن احنا كلنا عارفينها. تمام، يبقى كده لو رجعنا للسلايد بتاعتنا تاني، قلنا إنه في عمليات السبنت هقدر أعمل شبكات فرعية، ولكن بشروط أهمها إنه آخر شبكة ممكن أستخدمها هي /29، وأعلى رينج ممكن أستخدمه هو /8. طيب بعد كده الحاجات المهمة برضو اللي حابين ننبه الناس عليها، لازم نفهم انه بعض خدمات اجر هي بتحتاج سبنت ليها فقط، ما ينفعش استخدمه مع اي خدمه تانية، زي مثلا الاجر فايرول ده بيستخدم سبنت خاص به هو، الاجر بيستشن برضو بيستخدم سبنت خاص به هو. يعني حضرتك وانت بتديزاين وانت بتصمم الشبكه ما تقولش ان انا هطلع تو سبنت وبعد كده استخدمه بقى السيرفيس سين وصاد وعين، لا مش هينفع. في بعض خدمات اجر هي تستخدم سبنت لوحدها، ما ينفعش تشركه مع خدمة تانية، دي أول حاجة. تاني حاجة إنه كل سبنت حضرتك هتعمله لازم يكون IP مختلف عن السبنت التاني، دي طبعا يعني أكيد معروفة. يعني هعمل مثلا من IP الرئيسي هطلع 2 سبنت أو 3 سبنت، فأول سبنت طلعته ما ينفعش استخدمه مع شبكة تانية، خلاص يعني أنا حجزته وسميته سبنت 1 أو 2، ما ينفعش بقى وأنا بعمل 4 أو 5 أخد نفس الرينج، مش هينفع. الكلام ده هيتضح بشكل عملي أكتر يعني. طيب بعد كده لازم ننتبه إنه ممكن أحط سيكوريتي على الشبكة بتاعتي أو على السبنت اللي أنا عملته باستخدام النتورك سيكوريتي جروب، هنشتغل فيها مع بعض، ولكن نخلي بالنا انه الـ MSG او الـ Network Security Group ما ينفعش ان انا استخدم اكتر من واحد على السبنت الواحد. يعني انا عندي مثلا سبنت محتاج اأمنه فبعمل له Network Security Group، خلاص عملت له وانتهيت، ما ينفعش استخدم نفس الـ Network Security Group ده مع سبنت تانية، لا مش هينفع الكلام ده. خلاص يبقى كده عرفنا الشروط والأشياء المهمة اللي هنحطها في اعتبارنا وإحنا شغالين على تقسيم الشبكات أو على إنشاء الشبكات الرئيسية، ومن خلالها هقدر أستخدم أقسم شبكات فرعية. تمام، لو روحنا هنا هو بيكلمني على الريجون وعلى السبسكريبشن، على اعتبار إن الموضوع ما عداش عليا، ولكن هو هنا
بيكلمك من وجهة نظر النتورك، من وجهة نظر ان انت راجل هتشتغل نتورك انجينير. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الفينت مرتبطة بسنجل ريجون، بمنطقة واحدة فقط. فيما يعني لو انا عندي تو ريجون، لو مثلا عندي الامارات وعندي كندا، وهنا في فينت في الامارات وبالتالي في فينت في كندا. قال لي انه باي ديفولت الفي ام مثلا اللي انا هحطها في الامارات لما تروح تكلم الفي نت اللي موجوده في كندا مش هترد عليها. يعني لما اعمل بينج من في نت موجوده في الامارات على في نت موجوده في كندا، الاثنين مش شايفين بعض. ليه؟ باختصار شديد لان دي شبكه ودي شبكه تانية، ولكن اجر وفرت لي طريقه اتصال بانه الشبكتين دول يشوفوا بعض من خلال البيرنج او حتى الجلوبال بيرنج. هنشوف ده ونشتغل عليه عملي ونشوف ازاي نربط الشبكات ديت اللي هي في مناطق مختلفه مع بعض وخليهم يكلموا بعض ويشوفوا بعض ويكونكتوا او يحققوا كونكتيفيتي بينهم وبين بعض. ده مجمل الفكره اللي السلايد ديت حابه توصلها لحضرتك. في السلايد الثانيه هنتوقف لانه الموضوع هيبدا ياخد شكل عملي بدءا ان شاء الله من الفيديو الجاي. هنكريت لاول فينت معانا وبنشوف ايه متطلباتها وبنشوف ان احنا ازاي بنستخدم الاي بي الرئيسي وازاي بقدر من خلاله اعمل سبنت بالشروط اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو ده واستعرضناها مع بعض. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.